طلائع الأسلحة الفرنسية مطلع نيسان ماشات اليوم بجريدة المستقبل، أشارت فيه إلى أنه وسط حال المراوحة التي تأسر اللبنانيين سيكون العنوان الأول بمواقف القوى السياسية بمناسبة غياب رئيس الجمهورية عن الاحتفال السنوي بعيد القديس مارون. وبهذا الوقت ظهرت بشائر عملانية بملف تسليح الجيش، يعني أعلنت فرنسا أنها أبلغت الرئيس تمام سلام أن الشحنة الأولى من الأسلحة الفرنسية بإطار الهبة السعودية ستصل إلى لبنان بالأسبوع الأول من نيسان المقبل. هون دحضت كل ما كان يقال أنه كلها وهم، أنه إسرائيل لن توافق على تسليم لبنان الأسلحة التي يريدها، أن السعودية لن تفي بوعدها. في قرار إقليمي دولي بتسليح الجيش اللبناني، مش بس بتسليح الجيش اللبناني، بمكافحة الإرهاب. والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار على الحدود وفي الداخل بهذا الموضوع، أكيد مع كل القوى العسكرية والأمنية، كل أجهزة الدولة. طيب، واليوم أيضا حتى نربطها بذكرى مرمرون، كيف فيك تقولي عن عيد إذا بعد عنا مخطوفين للجيش اللبناني لم يحرروا؟ نعم. إذا في عنا شهداء عم تسقط كل يوم دفاعا عن لبنان. تسليح الجيش اللبناني ما عنده رمزية عملانية فقط، عنده رمزية معنوية كثيرا. لماذا؟ لأنه الجيش هو حامل حدود، الجيش هو حامل حريات. نعم. الجيش هو إذا بدك ضمير الدستور اللبناني، ومؤتمن على عدم الإخلال بالتعددية في لبنان في ظل فراغ في رئاسة الجمهورية. والنقطة الرابعة الأساسية، الجيش مؤتمن على إعادة تكوين مفهوم الأمن القومي في لبنان. مفهوم الأمن القومي في لبنان غائب. بهذا المعنى تسليح الجيش اللبناني هو جزء من أجزاء أخرى يجب أن تستكمل في بناء الدولة. شو هو الأمن القومي في أي بلد؟ في ناس بتفكر الأمن القومي بأي دولة هو سلاح أو هو منظومة هجومية أو منظومة دفاعية. مش مظبوط. الأمن القومي هو منظومة دستورية ومنظومة قانونية ومنظومة اقتصادية ومنظومة اجتماعية. نعم. ومنظومة إدارات عامة ومنظومة توازن بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظومة علمية. هيدا هو الأمن القومي. خلينا نطلع على بادرة تسليح الجيش اللبناني. نعم. وهنا تحية للجيش اللبناني قيادة بشخص قائد الجيش والمجلس العسكري، رئيس الأركان، الضباط، الرتباء، الأفراد. لأنه فعليا إذا منطلع لعند اللبنانيين، روحي عند الرأي العام اللبناني بيقلك لأنه بعد عنا جيش لبناني وبعد عنا مؤسسات عسكرية وأمنية، قوى أمن داخلي وأمن دولي وأمن عام، نحن بعدنا فعليا نثق بأنه هذه الدولة قائمة. هذا لا يعني أنه اللبنانيين بدهم دولة أمنية أبدا، هذا يعني أنه اللبنانيين بدهم مؤسسات تكون مصدر ثقة لهم. مشان هيك هذه البادرة الأولى بتسليح الجيش اللبناني، والبادرة التاريخية من المملكة العربية السعودية التي يوجه إلى خادمها خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان، يوجه إليه تحية شكر. وأيضا تحية شكر. يجب أن تستكمل. نعم. بإعادة تكوين مفهوم الأمن القومي على المستوى العلمي وعلى مستوى هذا التكامل في الحوكم السليم بين تطبيق الدستور، صياغة سياسات اقتصادية اجتماعية، وإعادة إطلاق مفهوم الحماية الاجتماعية في لبنان. وجود جيش قوي دكتور صايغ، ليش بينظر له بمكان ما من قبل البعض على أنه ضد حزب الله؟ يعني وهالأمر أنه يقال أنه تسليح الجيش بأسلحة نوعية بالآخر سيؤدي للمطالبة بأنه نزح سلاح حزب الله. لبنان يجب أن يستفيد من كل عناصر القوة الموجودة لديه، ولكن خلينا نقول بالمعنى الدستوري والشرعي والقانوني، المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن لبنان هي مؤسسة الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية.
كل رديف قد يكون مساعد في مرحلة من المراحل، ولكن بالنهاية الكلمة الأخيرة، الكلمة الفصل يجب أن تكون للجيش اللبناني. حزب الله بحسب جريدة اللواء اليوم كشفت أنه يدرس إغلاق السلسلة الشرقية نهائيا على غرار ما حدث في القلمون، عبر إنشاء مجسمات لتسييج كامل للسلسلة ببوابات حديدية ومكعبات إسمنتية ضخمة وإقفال كل منافذ. مين بده يعملها هاي؟ حزب الله. هاي مسؤولية الجيش اللبناني، هاي مسؤولية الجيش اللبناني، والجيش اللبناني مؤتمن على الإمساك بزمام المبادرة كما يقوم الآن فعليا، وهو المسؤول عن هذا النوع من العمل. لماذا القول أنه حزب الله سيقوم بهذا أترك العمل؟ ليش بأحيان منقول أنه عم بتم زج الجيش وبأحيان يطالب الجيش بذلك؟ سترو يعني. هاي بأي جريدة؟ باللواء. أوكي تربي، خلينا نتفق على شغل. مسؤولية حماية الحدود هي مسؤولية للجيش اللبناني. نعم. حماية الحدود مش زج للجيش اللبناني، حماية الحدود هي للجيش اللبناني، مش لحدا تاني، كل الحدود. نعم. بس كل الحدود. طيب حماية الحدود بالاتجاهين. نعم حتما. ايه حتما. بس كيف بيقدر حتماً الجيش يمنع إذا أراد حزب الله إنه يتوجه للداخل السوري، بيقدر يمنعه؟ بعتقد إنه هذه المسألة للأسف مسؤولية السلطة التنفيذية. وحتى الآن، حتى الآن السلطة التنفيذية وبسبب غياب ربما رئيس الجمهورية غير قادر على تخصيص جلسة واحدة لمجلس الوزراء للنقاش في موضوع من هو المسؤول عن حماية الحدود بالاتجاهين. وهذا يجب أن لا يستعاض عنه لا بحوارات ثنائية ولا بحوارات ثلاثية، هذا يجب أن يكون مسؤولية الجيش اللبناني على الحدود، في الداخل القوى الأمنية الأخرى من قوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولي بطبيعة الحال المديرية العام للأمن العام اللي له دور كبير على الحدود مع الجيش اللبناني، ولكن المؤتمن الوحيد على حماية الحدود هو الجيش اللبناني. وما بقى لازم، خلينا ننتبه عشر، الإعلام سيف ذو حدين. أخطر شيء بالإعلام اللبناني إنه يتعاطى مع مسائل الأمن القومي ومنها مسألة حماية الحدود على قاعدة التسريبات مثل ما صار بقضية المخطوفين. هاي القضايا ما بتتناقش بالإعلام، هاي القضايا تتعلق بالأمن القومي للبلد. طيب تسريب هالمعلومة باللواء شو القصد منه؟ ما بعرف. إنه عم بتحمل الإعلام مسؤولية بوقت الإعلام ينقل ما يتوصل إليه. يجب أن تطلق شبكة تفاهم إعلامية مع الجيش اللبناني ومع القوى الأمنية، إنه كل القضايا الأمنية يجب أن لا يتعاطى معها الإعلام على قاعدة التسريب. لو وصلت له معلومة للإعلام، أنا بعتقد المفروض من الإعلام أن يقول أن هذه قضية تتعلق بالأمن القومي اللبناني، ويجب أن تخرج من التداول، لأنه أوقات في كتير قضايا تضرب بسبب هذه التسريبات. ما عم حمل الإعلام، أنا عم أقول أطلب من الإعلام لأنه حريص ولأنه مؤتمن ولأنه مسؤول ولأنه مبدع في لبنان ولأنه السلطة الأولى، أن يتحمل مسؤوليته مع القيادات العسكرية والأمنية في حماية الأمن القومي في البلد في ظل غياب فعليا سلطة تنفيذية متماسكة. وهذا شاهدناه في قضية التعاطي يا سترولا مع المخطوفين من بعد 3-4 أشهر. بلشنا نقول هذا الموضوع يجب أن يخرج من التداول الإعلامي، كان لأنه عم بيستخدم بمكان ما هيدي نفسه بحقق يمكن هدف الخاطفين. ما نحن أمامه اليوم يشبه هذا التعاطي إذا بدك البسيط مع قضية كبيرة جدا كقضية الحدود. الجيش اللبناني وحده مؤتمن على حماية الحدود، ما حدا تاني. نحن ناطرين أنه ينضم لنا عبر الهاتف معالي الوزير سجعان أزي، صار معنا. معالي الوزير صباح الخير. صباح الخير مدام رولا ولضيفك الكريم. صباح الخير مع الوزير زياد. اليوم كثير المقالات عن عيد مرمرون، يعني بهيك بملخصها انه الموارنة يستحسن لو يبتعدوا عن جلد الذات والكلام عن مظلومية. سؤال عن دور الموارنة اليوم، حديث عن الكرسي الشاغر يلي راح يكون موجود بباحة كنيسة مرمرون. معالي الوزير بهذا النهار ماذا تقول للبنانيين بشكل عام وللموارنة بشكل خاص؟
بداية بعتقد انه مسألة الكرسي الشاغرة صرف النظر عنها حسب ما فهمت باخر الليل، لانه البطريرك رفض انه يكون داخل الكنيسة كرسي شاغرة. على كل حال كلها هيدي تفاصيل، وبكلمتين ما رح نقدر لا نوجز الحالة المارونية ولا نرد على كل يلي عم بيتطاولوا على الموارنة أو على المارونية السياسية. اللي بقوله أنا أنه أهم خيار اتخذ في هذا الشرق منذ بدايته كان هو الخيار الماروني، والخيار الماروني اللبناني تحديدا، لأنه الخيار الماروني ما هو؟ الخيار الماروني ليس وظائف بالدولة ومحصصات وست وست مكرر، الخيار الماروني هو وحدة اللبنانيين في إطار كيان واحد. الخيار الماروني هو التعايش الإسلامي المسيحي. الخيار الماروني هو حياد لبنان. هذا هو الخيار الماروني المثلث اللي على أساسه ولد لبنان، وعلى أساسه خرج الشرق من الحالات الطائفية إلى الحالات الوحدوية يلي قائمة على التعددية الدينية والحضارية والثقافية. وكل مرة لبنان خرج عن هذا الخيار الماروني، يعني شكك بالكيان، يعني ضرب الميثاق، يعني انحاز وخرج عن الحياد، كانت تبدأ الأزمات والحروب في لبنان. من هون الإنقاذ الحقيقي اليوم في عيد مرمرون هو العودة إلى الخيار الماروني وليس إلى الموارنة بمفهوم السياسي. الخيار الماروني الوطني التاريخي الحضاري الثقافي، ونحن هالخيار هيدا مؤمنين فيه، مؤمنين أنه أنا ما فيني أعيش من دون ما يكون شريكي مسلم. أنا لست مسيحيا ولا مارونيا من دون الآخر. وحتى لمن كان مرمرون ناسك في أعالي الجبل، كان ناسك من أجل ملكوت الآخرين. ونحن اللي من عملنا لبنان، عملنا لبنان تيكون مع الآخرين. الآخرون هم جزء من الذات المسيحية ومن الذات المارونية، وبتمنى أن يكون عندنا إيادات مارونية اليوم على مستوى هالخيار الماروني التاريخي، وما ينزلونا بالزوريب وما يعطلوا تطور بناء الدولة، وما يضربوا كل يلي عملوه الموارنة عبر تاريخهم إن في الشرق أو في لبنان، وخاصة في فترة المقاومة من أجل سيادة واستقلال لبنان. تشير معاليك للحوار الحوارات الثنائية المسيحية القائمة اليوم بين القوات وتيار الوطني الحر؟ شو خص هيدي بهيدي؟ نحن الحوار حوار، والخيار الماروني التاريخي خيار ماروني تاريخي. نحن منأيد كل الحوارات مع مين ما صارت تصير. وكل ما اجتمع اثنين نعتقد انه بيحصل تقدم على صعيد تهدئة الاجواء وخلق مناخات ايجابية. لا، المقصود بالسؤال انه بتخافوا انه ينحسر الهم المسيحي لامور ضيقة مسيحية، يعني ما يعود للدور الرئيسي هو الهدف؟ طبعا، لانه في سؤال اليوم انا بطرحه دايما على ذاتي، ليه وحدة القيادات المارونية في السابق كانت ممكنة وليه اليوم مستحيلة؟ ليه اجتمعوا في إطار جبهة الحرية والإنسان؟ وليه اجتمعوا بإطار الحلف الثلاثي؟ وليه اجتمعوا بإطار الجبهة اللبنانية؟ وليه اجتمعوا بإطار المقاومة اللبنانية؟ ليه؟ أما اليوم ما عم بيجتمعوا. صحيح القيادات الماضية كانت غير قيادات اليوم بأغلبيتها، ولكن لأنه بالماضي كان في قضية وطنية وجودية مشرقية عم بتوحدنا. أما اليوم الخلافات، ما في شعور أنه في قضية كبرى تعلو على المناصب وعلى النيابة وعلى البلديات وعلى الوزارات وعلى الحكومات، بل على رئاسة الجمهورية، لأنه الهم القيادات المارونية بأغلبيتها، ما بقول كلها سوا، في قيادات مارونية مسؤولة، ولكن بأغلبيتها اليوم هي دورة الذاتي وليس دور الموارنة، يعني دور هذه القيادات في السلطة وليس دور الموارنة في لبنان والشرق. يعني تخاف متى ما وصلت المحادثات، إذا بدي أقول، لهذه النقطة تنهار، إذا كان فقط هو الهدف هالموضوع. أي محادثات مدام رولا؟
بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانيه. يا مدام رولا، عم بحكي انا عن الموارنه عبر التاريخ، انت عم تجيبيني على الموارنه عبر الحوارات، ما لي علاقه هيدا الحوار حوار. نعم. عم نحكي نحن بناس بتعيد مارون، ما لها علاقه لا القوات ولا الكتائب ولا التيار ولا حتى بكركي. طيب. عم نحكي عن الخيارات المارونيه الكبرى عبر التاريخ اللي وصلت انه يبنوا لبنان دوله موحده في تعايش اسلامي مسيحي. نحن على بعد ايام من ذكرى 14 شباط، بين الامس واليوم معالي الوزير ماذا تغير؟ يعني طبعا بين 14 شباط في شيء لا يتغير، هو شعورنا بغياب رجل كبير هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن يلي عوض عن غيابه هو فعل استشهاده، يلي نعم. فعل ولادة لبنان واحد، لبنان الإسلامي المسيحي، لبنان يلي فتشنا عليه ب43 وحسبنا الأينه، بعدين ب58 افتقدناه، ويلي حسبنا الأينه من بعد 58 افتقدناه بال75، هل لبنان هيدا الأينه ب14 شباط وب14 آذار ل2005؟ بتمنى إنه هالمسيرة تستمر وما يكون نعم. دم الرئيس الحريري ذهب هدرا. شكرا لك معالي الوزير سجعان أزي على هذه المشاركة معنا في كلام بيروت. 14 شباط، بعد الفاصل رح نناقش هالعنوان سوا دكتور زياد الصايغ. لحظات ونعود.